تعالوا بقى نستكشف الفايلات والفولدرات الموجودة في البروجكت بتاعنا اللي احنا عملناه اللي هو هالو وورلد. أول فولدر عندنا هو النود موديولز، ده اللي بتحط فيه الباكجز اللي بنستخدمها من النود، الحاجات اللي بتسهل علينا أو بتساعدنا في الشغل بتاعنا، اللي هي المكتبات الجاهزة، من ضمنها طبعا رياكت. فولدر البابليك، تعال نبص كده عليه. الفولدر ده بتحط فيه تقريبا كل حاجة أنت ممكن تحتاج إن أنت تستخدمها في البروجكت بتاعك، لكن في الاخر بيتعمل لها جنريت، بتطلع في الاخر في فولدر تاني، فولدر البيلد بتاعنا. انا المهم عندي في الفولدر ده هو الفايل ده، تعال نبص كده سريعا عليه. لو واخدين بالكم بقى دلوقتي متعرف في الفايل البابليك يو ار ال ده، هو معرفه بنفسه يعني رياكت معرفه، عشان بيبتدي يعمل له ابديت لما السيرفر بيشتغل، ولما كمان لما الويب سايت نحوله للبرودكشن برضه بيبتدي يشتغل معانا. سيم كلر دوت بيظهر، بيبقى غالبا للموبايلات، بيبقى ايه لون السيم بتاعك في البراوزر في الموبايل. الديسكريبشن بتاعك هنا، دي المسار بتاع الصورة بتاعت الفيف ايكون بتاعتك. المينفست ده هنتكلم عنه في قصة تانية مش هنحتاج نرغي فيها دلوقتي خالص. والتايتل بتاع الابليكيشن ده الديفولت عادي جدا، مفيش فيه مشكلة. النو سكريبت دي، التاج ده بيشتغل امتى؟ لو البراوزر بتاعك ما بيدعمش جافا سكريبت، فهو بيطلع له رسالة يو نيد تو انيبل جافا سكريبت تو ران ذيس اب. طبعا لو في حالة ان هو اصلا البروجكت بتاعك مش بيدعم الجافا سكريبت، فانت خلاص اصلا مع السلامة، يعني مفيش عندك بروجكت. فلو حد يحاول يدخل البراوزر وقافل فيه عامل ديسيبل الجافا سكريبت، فاقول له ايه، اتكل على الله او روح من هنا. الروت ده المهم عندنا، ده التاج المهم عندنا، ده اللي هيتحط فيه الابلكيشن كله، كل الكونتنت بتاعنا هيتحط في الاليمنت ده. احنا ممكن نغيره، ممكن نغير اسمه، لكن احنا مش هنحتاج نغيره، هنخليه زي ما هو. الباقي ده كله مش شايف معنى في حاجه، ده هما كاتبينه ككونتنت او دوكيمنت تقدر تقراه وتبص عليه لو عايز تعرف ايه المكتوب فيه باستفاضه. دي طبعا الصور بتاعت الفيف ايكونز واللوجوز والحاجات دي كلها، الروبوتس دوت عشان السيرفر. طيب بعد كده في عندنا الفايل باكج جيسون، ده اللي بيعرف فيه اصلا البروجكت بتاعنا، الفيرجن، النيم، هل هو برايفت ولا لا، الحاجات الديبس بتاعتنا او الديبندنسيز بتاعتنا. بعد كده في عندك السكريبت، دي هنتكلم عنها برضو ان شاء الله. الايس لينت كونفج هنتكلم برضو عنها، البراوزر ليست، الحاجات دي كلها هنتكلم عنها بس مش دلوقتي، انا يعني مش شايف مال الحاجات دي في اي حاجه خالص دلوقتي. تمام. الريد مي دوت بيدي لك انيشال كده دوكيومنتيشن، يعني دوكيومنتيشن بسيط ازاي تشغل السيرفر بتاعك او البروجكت بتاعك. تعال نبص كده عليه شكله بيعمل ازاي، اهو افيلبل سكريبت، عشان بقول لك عشان ما تيجي تشغل البروجكت بتاعك اكتب يارن ستارت، بعد كده ده للتستنج، وهنا يارن بيلد ده للبرودكشن. تمام. دي اللي هي الكوماندز اللي كانت موجودة هنا. هنقفل ده كده ونقفل ده، اهي اللي هي التست والستارت والبيلد والحاجات دي كلها، هي اول معرفة هنا. واليارن دوت لوك ده خاص باليارن مالهاش دعوة. طيب المهم بعدين في القصة دي بقى ايه الوحش الكبير اللي هو فولدر السورس. طيب فولدر السورس في عندي الاب دوت سي اس اس، اب دوت جي اس، اب دوت تيست دوت جي اس، اندكس دوت سي اس اس، اندكس دوت جي اس، ولوجو اس في اس في جي، سيرفيس وركر، وسيت اب تيست. دي الفايلات دي كلها موجوده. طب البروجكت بيشتغل ازاي؟ انا بيشتغل من الانتري بوينت بتاعتي. ايه الانتري بوينت بتاعتي؟ هي الاندكس. فانا دلوقتي عندي البروجكت، اول حاجه خالص ببتدي فيها من بعد طبعا ال HTML الاندكس دوت، بيخش على السورس اندكس دوت جي اس. تعال نبص كده على الموجود فيه، هو عمل هنا امبورت للمكتبه او الباكج بتاعت رياكت، وللباكج بتاعت رياكت دوم دي برضو خاصه برياكت. بعد كده انا استدعى ملف الستايل، دي طريقه ان انا استدعي ملف الستايل جوه البروجكت. تمام. هنا عمل امبورت للفايل الكومبوننت اسمها اب هنتكلم عنها، وده السيرفيس وركر لو عايز نشتغل بيه، احنا مش عايزينه دلوقتي فاحنا ممكن نمسحه ومش محتاجينه في اي حاجه، ونيجي نمسح الكلام ده كده كله خالص. تمام. طيب بعد كده انت دلوقتي بتيجي تقول له رياكت دوت دوم ريندر، بعد كده رياكت ستريكت مود عشان يبقى شغال في ستريكت مود، وحط فيه في الاخر الابلكيشن جواه الاب، وبيقول له انا عايز بقى الكلام ده كله تعمل له ريندر فين؟ جوه الدوكيمنت دوت جيت اليمنت باي اي دي الروت. فاكرين الروت احنا كنا بنتكلم عليه في الاندكس اللي هو ده؟ ساعات لما قلت لكم احنا ممكن نغير اسمه بعد كده في اي وقت. او البوينت كلها ان انا محتاج ده، محتاج اليمنت واحد عشان رياكت يقدر يشتغل عليه. فهو عايز رياكت عايز يعمل ريندر للابلكيشن بتاعنا في ستريكت مود،
داخل الروت فايل. طيب تعال بص كان الاندكس دوت سي اس اس مفيش فيه اي حاجه، اعتقد سي اس اس كود عادي خالص. تمام، الاب دوت جي اس طبعا هو هنا دلوقتي مستدعي الاب، لو مش مكتوب امتداد ليه فهو بيبقى مقصود بيه اب دوت جي اس. تعال بص كده هنا هو عامل امبورت ملف الستايل، وهنا دلوقتي لو عايز اجيب مسار صوره بعمل لها امبورت بالشكل دوت، امبورت لوجو فروم دوت لوجو دوت سلاش لوجو دوت اس في جي. الصوره موجوده هنا اوريدي زي ما احنا قلنا من شويه. دلوقتي برجع له في اخر فانكشن اب، دي بترجع عندي كونتنت معين. الكونتنت زي ما احنا اتكلمنا في الجي اس اكس، ده الكونتنت بتاع الاليمنت بتاعتي او الكومبوننت بتاعتي. الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم على الكومبوننت. المهم يعني اعتبر ان ده اكننا معرفينه مثلا زي كنا معرفينه في كونستنت كده، ده الكونتنت بتاعي بتاع الكومبوننت بتاعتي. معرف ديف كلاس نيم دي مقصود بيها الكلاس، يعني انا دلوقتي في ال HTML العادي بكتب ديف كلاس بيساوي مثلا اب، لكن في رياكت ما بقاش اسمه كلاس، اسمه كلاس نيم. بعد كده الايمج السورس بتاع اللي احنا عملنا له لوج، والباقي ما فيش فيه اي حاجه اعتقد، الدنيا بسيطه خالص. في الاخر برضه اكسبورت ديفولت للفانكشن بتاعتي ديت. ممكن طبعا اقول له يعني لو عايز اختصر ممكن اخد دي كده اقول له هنا اكسبورت ديفولت سوري للفانكشن بتاعتي. بس دي الفايلات عندنا باختصار شديد. احنا هنبتدي ان شاء الله طبعا من اول الاب ديت، الاب هنا الكومبوننت بتاعتي، نبتدي نعدل عليها. بس بعد ما نبتدي نتعرف يعني ايه اصلا كومبوننت وايه انواع الكومبوننت وايه الفرق ما بين الكومبوننت والاليمنت، كل ده ان شاء الله نبتدي نتعرف عليه في الفيديوهات القادمة.